عن هؤلاء بات العالم يعرف الكثير، لكن لا يعرف شيئا عن هؤلاء. هم المتطوعون بالآلاف، يصفهم البعض بأنهم حماة الديمقراطية أيامنا هذه، محض أيد وأجهزة قراءة لبطاقات التصويت. يتم تحديث نتائج الاقتراع بوتيرة لا تتعدى بضعة آلاف صوت في كل مرة، فلماذا يستغرق فرز الأصوات كل هذه المدة؟ السرعة رائعة، نحن نقدر السرعة، لكننا نقدر الدقة أكثر. إنها عملية طويلة، ولكن أعتقد أننا جميعا نتفق على أن الحصول على إحصاء دقيق أمر أكثر أهمية ودقة. جورجيا كما بنسلفانيا، هنا بيضتا قبان السباق الانتخابي، تمتزج شعارات حياة السود مهمة مع أصوات السود مهمة، بل كل الأصوات التي ينبغي عدها طال الزمن أم قصر. ولا لأمريكا فاشية، نحن نرفض قبول أمريكا الفاشية لتحسب كل الأصوات. ترامب بنس خارج الآن. ضدي هناك من رفع شعار ترامب كصوت أوحد للبلاد، يشحنون الأجواء تشكيكا بنزاهة التصويت عبر البريد. لا توجد طريقة لضمان نزاهة التصويت عبر البريد. أنت لا تعرف من يملأ بطاقات الاقتراع، أنت لا تعرف من الذي يأتي بها، لذا تصبح مشكلة. للمرة الأولى دفعت المخاوف من تفشي جائحة كوفيد 19 بالعديد من الولايات إلى تشجيع الناخبين على التصويت بالبريد، عملية مرهقة إذ وجدت الكثير من الولايات نفسها في مواجهة عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع البريدية، فيما تسبب قصر الوقت المتاح لمعالجة هذا الكم الهائل من البطاقات